ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير ان شاء الله. النهاردة هيكون فيديو جديد وموضوع جديد على قناة ايبوكسي وورلد. فيديو النهاردة مهم جدا لكل الناس المبتدئة في مجال الريزن او مشروع الريزن. بتمنى من كل الناس انها ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب، وتتابعوا يا جماعة الفيديو ده للنهاية علشان تستفيدوا بكل المعلومات الاكيدة وكمان الصحيحة. في بداية الفيديو بيظهر قدام حضرتك الكلام اللي انا كاتبه، اللي هو يا جماعة انا متوفر عندي جميع ادوات وخامات الريزن لكل الناس المبتدئة، وكمان موفر باكج المبتدئين. الباكج ده بيكون موجود فيه كل الادوات والخامات للناس المبتدئة فقط. يعني لو حضرتك لسه مبتدئ او بتتفرج عليا لاول مرة، القناة مهتمة بتعليم المبتدئين وبرضو موفرة الادوات والخامات اللي ممكن تشتغل بيها لو مش عايز تجازف بالفلوس بتاعتك، او لسه عايز تعلم ايدك او تدرب ايدك او تشوف نفسك هتمشي في مشروع الريزن او فن الريزن ولا لا. فعشان كده انا بقول لك لو محتاج الادوات والخامات او اي حاجة زي باكج المبتدئين، ممكن حضرتك تكلمني على رقم الواتساب اللي موجود تحت الفيديو بالظبط. غير كده كمان لو انت مبتدئ والاول مرة بتتفرج عليا، ديت يا جماعة القناة الاولى اللي هي القناة الرسمية، قناة ايبوكسي وورلد. واحنا كمان عندنا القناة البديلة، القناة البديلة ديت اسمها قناة ريزن وورلد، وبينزل عليها برضو فيديوهات تعليمية لكل الناس المبتدئة. وبرضو عندنا الموقع بتاعنا على جوجل، موقع epoxy-world.com. الموقع ده اللينك هتلاقيه تحت الفيديو بالظبط، موجود عليه كل الادوات والخامات وعليه الفيديوهات اللي موجودة كتابة مقالية لتسهيل التعليم على المبتدئين بكل سهولة. يبقى انت كده مع حضرتك القناة الاساسية قناة ايبوكسي وورلد، القناة البديلة اللي هي قناة ريزن وورلد، عندك كمان الموقع بتاعنا على جوجل epoxy-world.com. ولو حضرتك اشتغلت في الريزن قبل كده وعايز تنزل شغلك، ممكن تنزله في الجروب بتاعنا اللي هو جروب ايبوكسي وورلد. كل اللينكات ديت هتلاقيها موجودة تحت الفيديو بالظبط. برضو احنا موفرين الادوات والخامات على انستجرام، فلو حضرتك مش متابعنا على انستجرام برضو هتلاقي اللينك تحت الفيديو. في البداية الطبيعية لأي فيديو أنا بجيب مادة الريزن بتاعتي، وزي ما قلت لك أي مادة ريزن معاك تنفع. الفكرة كلها بتعتمد على اللي شغال، اللي شغال في مجال الريزن هو الوحيد اللي يقدر يقول المادة ديت حلوة ولا لأ. فيديو النهاردة لأول مرة على قناة ايبوكسي وورلد بيظهر معانا ألوان نوعية جديدة، نوعية مختلفة ما ظهرتش معانا قبل كده. طيب الالوان ديت ايه يا استاذ محمود؟ الالوان ديت يا جماعه الوان اسمها بي كرييتيف. الالوان ديت الوان شفافه. دايما لما بنيجي نسمع بنسمع كلمه ريزن شفاف، ريزن كريستال، ايبوكسي شفاف، ودايما السؤال اللي بيجي لي على القناه يا استاذ محمود انا عايز القطعه بتاعتي نفس لون الايبوكسي بالظبط، نفس لون الريزن، لكن انا عايزها شفافه وواخده لون. ايه هي الالوان المستخدمه؟ هل هي الوان مايكا، الوان بيجمنت، الوان معتمه، الوان مش عارف ميتاليك؟ الكلام ده كله يا جماعه مش صحيح. الالوان الصحيحه اللي حضرتك ممكن تشتغل بيها وتديك نفس التاثير او نفس الالوان الشفافه هي الالوان الشفافه زي الوان بي كرييتيف الواضحه وظاهره قدامك دلوقتي. العبوه دي يا جماعه عبوه اقتصاديه. طيب انا ليه بقول لك اقتصاديه؟ هل هي موفره في كل حاجة؟ أيوة موفرة في كل حاجة، في عدد الجرامات، وكمان العبوة صغيرة، وكمان السعر. دايما لما الناس بتيجي تشتري بتسأل على السعر في البداية. العبوة ديت فيها 12 لون مختلفين عن بعض. ال 12 لون اللي احنا اساسا هنجربهم النهاردة في فيديو النهاردة، وهنشوف تأثيرهم وهنشوفهم هل هم حلوين ولا لا. علشان كده انا بقولك تابع معايا الفيديو ده للنهاية، وما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب. الوان بي كرييتيف يا جماعه الوان اساسيه في شغل الريزن، الوان شفافه، وهي خاصه بالحاج احمد فاروق. والناس اللي مش عارفه الحاج احمد فاروق هو غني عن التعريف، ولو حضرتك يعني ما تعرفوش يبقى انت لسه جديد في المجال. وبرضو خاصه بالاستاذه فاتن فاروق صاحبه فاتن ستور اللي الناس كلها طبعا عارفاها، وهي غنيه عن التعريف، من الشخصيات المحترمه جدا في مجال الريزن، ومن الاساسيات اللي موجوده منذ البدايه في مجال الريزن او مشروع الريزن. الالوان ديت خاصه بيهم، واحنا لاول مره على قناه ايبوكسي وورلد هنحاول ان احنا نجرب الالوان بتاعتهم وهنقول راينا. دايما في قناه ايبوكسي وورلد بتواجه المشكله الرئيسيه او المشكله الاساسيه مع كل الناس، ودايما احنا هدفنا الاساسي تعليم المبتدئين فقط. ناس بتزهق من طول الفيديو، ناس بتقول لك انت بتتكلم كتير، الناس بتقول لك مش عارف ايه. فلو حضرتك ركزت في الفيديوهات بتاعتي هي فيديوهات تعليميه للناس المبتدئه. انا اساسا مخصص القناه لكل الناس المبتدئه في مجال الريزن، فهتلاقي دايما ان الفيديو طويل، دايما ما بسيبش معلومه، كل التفاصيل الممكنه. لو في اي سؤال في دماغك انت مش لاقي له، ابحث على قناه ايبوكسي وورلد بالسؤال، هيطلع لك اي فيديو ليا برضه هتلاقي الاجابه ليه. وده اللي احنا بندور عليه، لان دايما قنوات اليوتيوب عموما مش الهدف الرئيسي بتاعها تعليم المبتدئين، الهدف الرئيسي بتاعها المشاهدات، واحنا ما اتجهناش للفكره دي، احنا اتجهنا لتعليم المبتدئين
فقط، وبنوفر أدوات وخامات الريزن للمبتدئين تسهيلا عليهم في كل حاجة في مجال الريزن. في البداية الطبيعية زي ما قلت لك احنا بنجيب مادة الريزن وبنقلب بالراحة وفي اتجاه واحد، وكل الكلام ده انا قلته قبل كده في فيديوهات كتيرة، لكن فكرة فيديو النهاردة ان احنا هنجيب 12 كوباية. قال لها 12 كوباية؟ يعني انت مش هتعمل مثلا لون ولا 2 ولا 3؟ لا، ما هو تجربة، يبقى نجرب ال12 لون. ما انا عايز اعرف اساسا انا كشخصيتي كمحمود عايز اعرف هل ال12 لون دول كويسين، هل فعلا الالوان دي تنفع مع الريزن، هل هتنشف في النهاية، لان في الوان ممكن اساسا تأثيرها او المزج بتاعها ما يكونش حلو مع الريزن وانت ما بتكونش عارف. لكن الفكر يعني مثلا زي يا جماعة زي الوان المايكا، الوان المايكا دايما الناس اللي بتدخل تكلمني تقول لي يا استاذ محمود الوان المايكا في منها الوان اساسية وفي منها الوان مخشوشة. ايوه، في منها الوان مخشوشة، وانا اتكلمت في الموضوع ده قبل كده، والناس اللي ما شافتش المقال على موقع ايبوكسي وورلد المقال نزل بالفعل، المقال موجود، حضرتك بكل سهولة تعرف الالوان الاساسية من الوان المايكا من الالوان المغشوشة، لان في الوان مغشوشة ممكن تبوظ شغل الريزن وبتدي تأثير مش حلو في النهاية. طيب نرجع للتجربة بتاعتنا الاساسية والرئيسية، والهدف منها النهاردة ان احنا نشوف تأثير الوان اللي هي الالوان الشفافة، الوان بي كرياتيف. طبعا ناس كتير اتكلمت عن الالوان ديت، لكن احنا دايما على القناة بنحب نجرب بنفسنا علشان نشوف التأثير النهائي، لان دايما انا يعني كشخصيتي انا ما بسمعش من الناس، انا بحب اجرب كل حاجة بنفسي. فدلوقتي انا مثلا لما قلت لك هتقلب مادة الريزن بالراحة وفي اتجاه واحد علشان البابلز المتكونة او الميكرو بابلز، فلما قسمت ال12 كوباية دول كثافة الريزن او كثافة البابلز هتقل 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 لحد ما في النهاية هتلاقي ان الكوباية بتاعت حضرتك شفافة تماما، مفيهاش ولا نقطة بابلز وكمان مفيهاش ميكرو بابلز. فبالتالي احنا بنشوف الالوان ديت وهنجيب درجة درجة من الالوان وهنشوف تأثيرها مع مادة الريزن. تابع معايا الفيديو ده للنهاية وما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب. ميزة الوان بي كرييتيف علشان الناس اللي مش فاهمة الالوان ديت ال12 لون سعر اقتصادي، ال12 لون عاملين من 100 ل 120 ل 130 جنيه تقريبا في السعر ده، انا معرفش السعر الاساسي او الرئيسي. لو حضرتك عايزني اجيب الالوان ديت وحضرتك ممكن تشتريها مني بعد كده مفيش اي مشكلة، لكن احنا الاول نشوف تجربتها هل هي هتكون حلوة ولا لا. طيب ميزة الالوان ديت برضو ان الالوان ديت بتستخدم بالنقطة، يعني هي موفرة واقتصادية لكل الناس اللي مش عارفة النسب او التقدير الشخصي لمادة الريزن بتاعتها. فيها قطارة، القطارة ديت بتخلي حضرتك انك ما تحطش الوان كتير لكن بتحط بالنقطة، وانا هنا في كل كوباية بحط نقطة نقطة نقطة. يعني مثلا انا جبت اللون الاخضر، اللون الفيروزي، اللون الاحمر، المفروض ان احنا هنجرب الالوان كلها. طيب قبل ما انت تستخدم الالوان ديت او تجربها في مادة الريزن المفروض ان الالوان ديت تترج الاول. معلومة مهمة، معلومة اساسية، الالوان ديت المفروض ترجها قبل ما تستخدمها، ومش بس الالوان دي، اي الوان سايلة يا جماعة نعود نفسنا كده ان احنا نرج العبوة الاول علشان حضرتك تحصل على التأثير المهم والتأثير الاساسي اللي بيكون اساسه اللون، لان في الوان عدم الرج فيها بيخلي اللون مش حلو او التأثير بتاعها مش اللي هو. فانا دلوقتي بجيب لون لون قدامك، مثلا جبت الاخضر الفيروزي الاحمر، بجيب اللبني، وبرضه هنجرب اللون الاسود. اسود يعني انت ازاي يا استاذ محمود في اسود شفاف؟ ايوه في اسود شفاف. طيب اللي احنا نعرفه اساسا ان الاسود معتم. لا، حضرتك هتتابع معايا الفيديو ده للنهايه علشان تشوف تأثير اللون الاسود، لان ده برضه من اهم الالوان المستخدمه. في ناس بتبقى حابه الالوان اللي هي الالوان الغامقه ديت تكون الوان شفافه، وده اللي الناس ما تعرفوش. فانا دلوقتي بجيب مثلا كوباية كوباية وبحط نقطة نقطة نقطة، مع العلم انك المفروض اساسا اي نقطة او اي لون تحطه مهما كانت الالوان ديت او غيرها انك تقلبها مع مادة الريزن كويس جدا. يا جماعة التقليب بيكون عامل اساسي، التقليب بيكون مهم، زي ما حضرتك بتقلب مادة الريزن مع مادة المصلب يعني فترة في الشتاء من ربع من 10 دقايق لربع ساعة، بيكون مهم انك تقلب الالوان، لان دايما السؤال المتكرر في الوان البيجمنت استاذ محمود في شوائب في حبيبات بتكون في القطعه بتاعتي من تحت ومش عارف ايه سببها، سببها عدم التقليب الجيد. طيب كثره الالوان، طيب كثره الالوان
كثرة الألوان بتؤدي إلى عدم تصلب مادة الريزن، خلي الريزن لين، ممكن تؤدي كمان إلى إن الريزن ممكن يلزق مع حضرتك ومشاكل الشتاء كتير. إحنا نزلنا فيديو بالفعل على قناة إيبوكسي وورلد، الفيديو ده نزل من أسبوعين تقريبا، بيتكلم عن مشاكل الشتاء، وأنا قلت لكل الناس يا جماعة مشاكل الشتاء كتير، ولو أنت لسه مشوفتش فيديو الشتاء حاول إنك تشوفه لأنه مهم جدا، فأنت ما تبدأش في فصل الشتاء ترجع تشتكي، ما انت الشكوى بتاعتك دي معناها انك ما شفتش فيديو فصل الشتاء اللي انا منزله على القناة. برضو لما تيجي تقلب الالوان قلبها كويس، ما تجيش تحط النقطة وتعمل تقليبتين كده وخلاص، ما تأثير اللون مش هيتوزع، المادة كلها مش هتكون واخدة نفس اللون، وديت المشكلة. طيب السؤال اللي هيجيلي يا استاذ محمود، انت قلت انا دلوقتي لما قلبت وسبت مادة الريزن تهدى وبعد كده صبتها مش هيكون في بابلز. ايوه بالفعل. طيب ازاي حضرتك اساسا في بابلز زي لما قلبت الالوان؟ يعني الالوان باينه قدامنا، هي الكوبايه فيها بابلز. ايوه نتيجه التقليب بينتج بابلز زي ميكرو بابلز او شوائب من فوق، دي بتطلعها بكل سهوله بالولاعه، وبرضه لو سبت ماده الريزن تهدى هتلاقيها بتخرج بكل سهوله. علشان كده انا بقولك يا جماعه، فكره ان البابلز ممكن تسبب لك مشاكل كتير. تسبب لك مشاكل زي ايه؟ طيب علشان السؤال برضو اللي بيجيلي يا استاذ محمود، انا لو سبت البابلز وصبيت هيحصل مشكله؟ ايوه هيحصل مشكله، نتيجه البابلز او الميكرو بابلز اللي بتكون موجوده في ماده الريزن ممكن تنتج عنها قطعه متخرمه. يعني ايه متخرمه؟ هتلاقي في ان القطعه بتاعتك من الاسفل كده مليانه اخرام صغيره 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 كده، فديت نتيجه الميكرو بابلز اللي انت مش بتعرف تطلعها. في فيديو على القناه برضو ازاي نطلع البابلز ديت بكل سهوله. طيب نتيجة الألوان اللي أنا قلبتها ظاهرة وواضحة قدامك دلوقتي، الألوان تحفة جدا 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 في التقليب، ألوان شكلها جميل، لكن إحنا بنعمل بالنتيجة النهائية. أنا مش هحكم دلوقتي، هنحكم بالنتيجة النهائية، هنشوف فعلا بعد ما بنصب هل الألوان هتبقى شفافة، هل الألوان ممكن تغير لون، لأن في ألوان بتغير لون. إزاي؟ أيوة في ألوان بتغير لون. لو حضرتك بتتفرج عليا لأول مرة هتلاقي فيديو على القناة بعنوان الالوان السحريه. الالوان السحريه ديت انا جبت الوان وغيرت لونها بالفعل. يعني في الوان يا استاذ محمود بتغير لونها؟ ايوه في الوان بتغير لونها. طيب ازاي؟ هقول لك بقى، انا ماليش فيه ده، ديت طبيعه الالوان وطبيعه الريزن ومش عارف ايه، هتدخل نفسك في مشاكل. علشان كده التجربه النهائيه اللي احنا هنشوفها مع بعض هنشوف الالوان بتاعتنا هتكون عامله ازاي. انا دلوقتي بصب درجات الالوان المختلفه، لكن انا هجيب الدرجات القريبه من بعضها واصبها جنب بعض علشان انت في الفيديو تشوف الفرق ما بين اللون الاخضر الفيروزي الاخضر الشفاف، وتشوف اللون الاحمر من البينك من اللي مش عارف ايه. الالوان يا جماعه بصراحه تحفه، دايما الصوره او الفيديو بيظلم الحقيقه، ودايما احنا كمسوقين او مسوق المنتج بتاعك اللي بيظلم المنتج بتاعك التصوير. فلو حضرتك مش عارف تصور كويس المفروض انك ترجع لفيديو التصوير برضو اللي على القناه، فيديو التسويق موجود على القناة، أضرار الريزن اللي موجود على القناة. أنت مش ناقصك حاجة، قناة إيبوكسي وورلد المهتمة بتعليم المبتدئين زي ما قلت لك من الصفر للاحتراف، وكل الأسئلة اللي بتدور في دماغك موجودة بالفعل. أنا هنا قدامك بصب لون لون لون، يعني براحتي أنا خالص، أهم حاجة إن أنا منساش حاجة مهمة ودايما بقولها في كل الفيديوهات، إن أنا أصب الآخر القالب. يعني إيه أصب الآخر القالب؟ يعني حاول إنك تصب للحرف وسنة كمان، لان الريزن بيهبط مع الوقت. فكرة الهبوط ديت بينتج عنها حواف او سنون او حروف. بعد كده الشخص اللي شغال بيكلمني يا استاذ محمود القطعة بتاعتي عايزة تصنفر. طب ما نتيجة ان حضرتك اشتغلت غلط من البداية، وانا قلت لكل الناس يا جماعة اللي شغال في قالب سيليكون المفروض انه ما يصنفرش، وده اللي اتكلمت فيه كتير قبل كده، ان الصنفرة اساسا بتستخدم في حاجة اسمها الصب الحر. ولو حضرتك متعرفش الصب الحر هتلاقي فيديوهات كتيرة على القناة بتتكلم عن الموضوع ده، وازاي ندخل الخشب في الريزن، وازاي نصنفر من الصفر للاحتراف، ازاي نلمع كمان، ازاي نتجنب الاخطاء اللي ممكن نقع فيها. فانا دلوقتي بصب الحروف وبصب الالوان الشفافة اللي هي الوان بكرياتيف زي ما قلت لك. المفروض ان انت بتستنى 24 ساعة او 48 ساعة على حسب نوع الريزن. وفي معلومة مهمة، ان مادة الريزن اللي بتنشف في 24 ساعة هتلاقيها في فصل الشتاء بتنشف في 48 ساعة، ومادة الريزن اللي بتنشف في 48 ساعة هتلاقيها في فصل الشتاء بتنشف في 3 أيام، وديت معلومة مهمة. طيب في معلومة كمان مهمة، إن النوت بوك والبوك مارك السمك بتاعهم بيكون رفيع، ف
فدايما التصلب بتاعهم بياخد اسبوع، فانت ممكن تكون عامل النسب صح والتقليب صح والالوان صح وكل حاجه صح، لكن القطعه ما نشفتش. ليه؟ لان يا جماعه السمك بيكون رفيع فمحتاجه وقت اطول علشان تتصلب. نيجي دلوقتي بعد 24 ساعه، بصراحه انا هقول لك يعني رايي الشخصي، الالوان تحفه، الوان جميله جدا جدا جدا. انا اول مره في حياتي استخدم الوان شفافه، اللون بتاعها فعلا ما اتغيرش، يعني اللون جميل جدا جدا جدا. درجات الالوان 12 درجه من درجات الالوان، ممكن تلعب وتشكل براحتك. الالوان ديت هي مش متوفره عندي زي ما قلت لك، هي متوفره عند الحاج احمد فاروق، طبعا زي ما قلت لك هو غني عن التعريف، لو عايزني اوصلك بيه مفيش مشكله، موجوده عند استاذه فاتن اللي هي فاتن ستور، برضو غنيه عن التعريف، كل الناس عارفاها والناس بتشتري منها ادوات وخامات، وانا برضو عندي ادوات وخامات. لو عايزيني اجيب الالوان ديت واوفرها لكل الناس المبتدئه مفيش مشكله، وزي ما قلت لك الالوان ديت الوان اقتصاديه، الوان موفره. انا عن نفسي سعر 100 ولا 120 ولا حتى 150 في 12 لون حلو جدا جدا جدا، تستخدم كل الالوان بكل سهوله. وزي ما قلت لك ان الصوره او الفيديو بتظلم الحقيقه، الالوان فعلا تحفه في شغل الريزن، القطعه طالعه ما فيهاش اي مشاكل، القطعه نشفت مش بتلزق. لو في بقى بابلز او في شوائب من فوق، ده نتيجة فصل الشتاء اللي بكلمك عليه من اول الفيديو. يعني انا من اول الفيديو بقولك الشتاء فيه مشاكل كتير، الفيديو ده بياخد يوم تصوير او يومين تصوير، ده غير كده كمان المونتاج بياخد مني وقت، وانا علشان مهمل في الفيديوهات شوية وما بغطيش القالب ولا بعمل في فيديو الشتاء علشان وقت الفيديو ما يكونش طويل، فانا هتحس ان القالب بتاعي كده مش منظم وفي بابلز صغيرة جوه. ده نتيجة يا جماعة ان انا ما صبتش على طول، لان وقت التصوير ممكن يقعد ساعة ساعتين ثلاثة، المفروض انك تخلص كل حاجة وتلون كل حاجة وتصب على طول. طيب اللون الاسود اللي احنا دايما بنتكلم عنه، عمرك شفت لون اسود شفاف؟ يعني انا عن نفسي في فيديوهات جاية ان شاء الله هستخدم اللون الاسود الشفاف ده، لازم اوريك تأثيرات مختلفة او درجات مختلفة من اللون الاسود ده، هنستخدمه في حاجات كتير علشان بس الناس تفتكر بعد كده ايه هي الوان بي كرييتيف اللي انا هستخدمها في فيديو تاني. يعني علشان الناس اللي هتقول لي هل الالوان ديت حلوه، الالوان دي حلوه جدا جدا جدا. طيب احنا بقى لو دمجنا الالوان ديت كلها مع بعض هل هتختلط؟ السؤال ده يعني حاول تفكر فيه كده. لو احنا جبنا ال 12 درجه من درجات الالوان ودلقنا كل الكوبايات الريزن او ال 12 كوبايه على بعض، هل الالوان الشفافه ديت هتختلط مع بعضها ولا لا؟ ده موضوعنا ان شاء الله في الفيديوهات الجايه، في فيديو اتصور بالفعل عن الالوان دي التاني، وهنشوف هل تداخل الالوان هيحصل ولا كل لون هيكون منفرد، هل الالوان كلها لما تختلط هينتج لون مختلف عنهم، ده اللي هنتكلم عنه في فيديوهات جاية ان شاء الله. في النهاية الوان بي كرييتيف الوان حلوة جدا جدا جدا، وانا كنت سعيد وانا بجرب التجربة ديت وهي بالفعل حاجة كويسة. والقالب اللي باين قدامك دلوقتي هو قالب الحروف الكبير، متوفر عندي، ممكن تشتريه مني بكل سهولة من خلال رقم الواتساب اللي موجود تحت الفيديو. وديت يا جماعه تجربه فيديو النهارده، بتمنى فعلا ان الفيديو يكون عجبكم، بتمنى اكون فعلا قدرت افيدكم بمعلومات اساسيه ورئيسيه علشان تبتدوا بيها مشروع الريزن، وبرده مستني راي حضراتكم في الكومنت تحت، وبرده ما تنسوش تفعلوا زر الجرس وتشتركوا في القناه علشان يوصلكم كل الفيديوهات الجديده اللي بتنزل، لان احنا يا جماعه كل يوم بننزل فيديو جديد وفكره جديده ومعلومه مختلفه. كل الفيديوهات اللي موجوده على القناه بالفعل فيها معلومات مختلفه عن بعضها، فلو انت فايتك اي فيديوهات او اي معلومات المفروض انك ترجع ليها مرة تانية علشان تستفيد بكل المعلومات الممكنة. انا كده خلصت الفيديو بتاعي، اتمنى من كل الناس ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.